السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح يكون الفيديو بخصوص أنواع التربة الطينية. زي ما انتم شايفين في عنا التربة الحمراء، التربة السلطية أو الطمي، أو التربة الصفراء، وفي عنا الخليط بين الحمراء والطمي، وضفت عليه الكومبوست. طيب هسا نيجي لأول تربة. هاي التربة الحمراء موجودة بالأردن في منطقة إربد، وأكثر من منطقة في الأردن ممتازة لكنها سيئة في التصريف، بتخزن المي، بصير فيها تشققات زي ما انتو شايفين، فيها كمية عنصر حديد ممتازة جدا عشان تكونوا عارفين. هاي أول تربة. سيئاتها زي ما قلت لكم، إذا بتزرعوا زرعة فبتتشقق فبتموت النبتة، لأنه الجذور تكون أخذت هواء. وكمان شغلة إنه نفس الجذور بتعفن وبتموت، لذلك لا تحطوا الزراعة فيها مباشرة، لازم مع خليط. طيب نيجي للتربة الثاني حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الزرعة اليوم زرعتها، بس لأشوف قد ايه قوتها لهذه التربة. هذه تربة ممتازة، ملمسها بيجي لزج زي الحمراء، لكن ميزتها انه ما بتتشقق. يعني بتتشقق صحيح من الأطراف، لكن من النص زي هيك لا ما بيصير، لأنه أنا جربتها صار لي يومين بجرب فيها، ممتازة جدا. ليش لونها زي هيك؟ لأنه فيها كمية دبال ممتازة. هاي بتستخرج التربة من تقريبا أكثر من 10 متر تحت الأرض. طبعا بكون فيها جذور، فيها فحم، عظام حيوانات، إنسان، أكثر من شغلة، يعني كلياتها بتكون جوا هذا الطمي اللي بسموه التربة الصفراء أو الطمي. طيب هسه شو بدنا نعمل عشان نطلع تربة ممتازة للزراعة؟ شو نعمل؟ طيب منجيب من الأحمر، ومنجيب من الطمي. هاي بصير عندنا اثنين، واحد بتشقق وواحد ما بتشقق، واثنين بيحفظوا الرطوبة. هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل على تفكيك هذه الجزيئات. بنضيف له الكومبوست. الكومبوست بيعمل على تفتيت الأجزاء، وممكن إضافة اللي هو البيتموس، ممتاز جدا في التصريف. أنا حطيت الكومبوست، ما شاء الله ممتاز كمان بالتصريف. هذا أنا صنعته، ما شاء الله تربة ممتازة، خلطت بين الطمي وبين التربة الحمراء والكومبوست. طبعا الكومبوست أكثر من هذا ومن هذا. ليش؟ عشان التصريف يكون أقوى والجذور تقدر تتمدد بحرية بدون ما تتعفن. طبعا أنا في عندي أكثر من قصيص، قمت بنفس الحالة. شوفوا ما شاء الله تربة ممتازة، وهي هون نفس الإشي ما شاء الله. هذه المرمية ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا النعنع حطيت له تربة حمراء بس لكن طبقة خفيفة خفيفة خفيفة. بدي أشوف شو بيصير فيها وأرد لكم خبر. طبعا هون مخلوط ما شاء الله، هذا نعناع نعناع. الميرمية حسيتها في تحسن بهاي التربة، مش عارف ليش، لكن ما شاء الله تحسن قوي. هذا القصيص الكبير ما شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين، الفلفل، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا جاري التجارب على هذه التربة، كل ما بطلع معي تربة جديدة ان شاء الله راح امدكم فيها واجيب لكم معلومات عنها. طبعا اللي انا ما قلته، ممكن تضيفوا على هذه الخلطة الرمل. الرمل ما في مواد كثير من المواد العضوية، قليل في العناصر، ممكن تحطوها
خليط كمان مفيد بفكك التربة، لكن أنا بفضل الكمبوست عشان نعطيها كمان للنبتة بوش، عشان تعطي عندنا جذور، تعطي ثمار. يعني ما شاء الله راح تشوفوا الإنتاج عندي بإذن الله تعالى. طبعا حبيت أفرجيكم نبتة جديدة جبتها عندي، في إشي مثمر وفي إشي شتلت جديد. هذه شتلة البامبينو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا أثمرت عندي وأخذت هاي الشتلة، وقريبا راح أفرجيكم كيف تقدروا تكاثروا منها بسهولة بسهولة بسهولة. وفي عندي كمان مزروعات ثانية إن شاء الله عن قريب راح أفرجيكم إياها. بتمنى إنه الفيديو أعجبكم، يا ريت تحطوا لايك وشير وكومنت للفيديو، ولا تنسوا الضغط على علامة الجرس. سامحوني على قلة الفيديوهات، لكن أنا عندي ظروف زي ما بتعرفوا، أنا كل ما بتسنح لي الفرصة بنزلكم فيديو بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم.